نحكي عن الكروس برودكت، مهم ان نعرف الكروس برودكت والدوت برودكت. عندي لما يكون عندي تو فيكتورز، التو فيكتورز ممكن يكون اعمل عليهم عمليه كروس برودكت، ممكن اكون اعمل عليهم عمليه دوت برودكت، ولازم اعرف اميز بينهم. خلينا نرجع لمثال السبانر مره ثانيه. هاي عندي هون السبانر، هاي اثرت فيها على اثرتهم بالفورس، وحتاكد انه فيكتور راح احط عليه برونز اف. عندي مسافه هون السنتر لاين تبعها، هذا كمان فيكتور لانه بالاتجاه مش هيك. راح ينشا عندي تورك، التورك اللي بنشا على اف ودي فيكتور كمان. راح ينشا عندي تورك هون، التورك راح ينشا حوالين هاي النقطه. التورك راح يكون موجود في الصفحه هاي وله اتجاه طالع من الصفحه او داخل من الصفحه. فاذا بنطلع عليه وبنطلع عليه مضبوط، راح تلاقي عندي اف مثلا دي هون، اف هون، راح ينشا عندي تورك. اذا لما بعمل كروس برودكت بين تو فيكتورز، راح يكون عندي فيكتور باتجاه مثلا، الفيكتور الثاني باتجاه، خلينا نفرض في البدايه عمودي عليه، وين راح ينشا الفيكتور الثالث؟ راح يكون عمودي على البلين، على السطح اللي بيحتوي التو فيكتورز. فلو كان الزاويه بينهم 90 درجه، راح يكون عندي طالع من الصفحه او داخل الصفحه هو التورك الثالث، وهذا راح يكون فيكتور كمان. فعندي كاني عمالي بقول اف كروس مع دي اعطيني التورك فيكتور. كيف عرفت انه هذا كروس برودكت؟ لان اشاره الاكس اللي موجوده بينهم. اذا انا عمالي بضرب اف في دي، عم بعطيني تورك، التورك هذا عمودي على السطح اللي بيحتوي اف ودي. يعني مثلا خلينا نفترض انه عندي اف بهذا الاتجاه، او اف بهذا الاتجاه، دي بهذا الاتجاه. انا عمالي بضرب اف في دي، بنشا عندي عمودي على السطح اللي بيحتوي التنين هذول، مش في سطح هلا بيحتوي الاف والدي، مش بقدر احط ورقه الان. الورقه كانه اف ودي موجودين على الورقه هاي، اذا هم موجودين على سطح. تا وين بدها تكون؟ هي كانه هاي اف ودي، تخيلوا كانهم موجودين على السطح هذا، في داخل السطح هذا. تا وين راح تكون؟ عمودي على السطح اللي بيحتوي التنين. ولذلك راح يتكون عندي هلا، نفترض اني بضرب اف هون بهذا الشكل مضروب في دي، راح يتكون عندي تورك كلوك وايز تورك تا وين. بس وين اتجاهه؟ هو موجود في صفحه. هذا هيك، هي على قاعدة اليد اليمنى هيك. وين صار التورك؟ بالداخل، عمودي على قاعدة اليد اليمنى. إذا بضرب فيكتور في فيكتور ثاني، النتيجة بتكون اتجاهها بهذا الاتجاه، راح يكون عندي هون اف إلى دي، يعني دي كانها جاية بهذا الاتجاه واف بهذا الاتجاه. نعم. الدكتور أنا فكرة ما بحس إنه في شيء لجوا بس. هو ما بسحب، هو بلف كلوك وايز، بس أنا حتى أعبر عن اتجاهه، كيف بدي أعبر عن اتجاهه؟ باخذ البلين اللي هو موجود فيه هذا الدائره، مش هيك؟ يعني انت بتقول انه ما بدخل هو بيطلع، صحيح، بس انا بدي اعبر عن اتجاه، كيف بدي اعبر عن اتجاه؟ هو عمال بلف مش كلوك وايز، باخذ البلين اللي هو موجود فيه وبعبر عن الفيكتور انه طالع منه، يعني هي زي كونفنشن، بقول انه طالع من الصفحه او داخل الصفحه، هو بس داخل الصفحه وطالع من الصفحه عشان اعرف انه كلوك وايز، هو موجود في هذا البلين الموجود هنا. طيب، لاحظوا هذا النقطه مهمه، لو كانوا هذول الاثنين مش عمودين على بعض، لو انت هلا صرت تشد على هذا بهذا الشكل هيك باخذ ايش بصير؟ بدك تعرف كيف عندك يعني بطلت استفيد زي اول، مش هيك؟ مش احسن شيء عندك تعمل زي هيك؟ هون ضعفك، طب كيف بدي اعبر عنها بتاو انه تاو اصغر ولا؟ بدي احلل تمام، شو راح اعمل؟ اذا ايش انا اللي بيهمني؟ ايش اللي بيهمني؟ مش دي نفسها بيهمني العمودي، الخط العمودي اللي رايح من اف على دي، فصارت دي بالحاله هاي هي هاي صغرت دي، مش هيك؟ قديش كان طول دي بالاول؟ كانت هاي، صار طول دي هذا اختلف لانه هون صار الخط العمودي، حتى اعبر عنها باخذ اف في دي ساين ثيتا، وثيتا اللي هي الزاويه اللي موجوده لها لانها تكون هاي، مش هيك؟ هي الثيتا اللي موجوده. نعم دكتور، بس هيك ممكن نرجع دي نفس ما هي، بس الاف اللي هي بتصغر. هلا
هلا اف راح تضلها نفسها لهذا لو ضلت نفسها هذا مش هيك انا قصدي عندي دكتور طلع نفسه نفس الطول نفس القيمه المفروض هتظبط لا دي الاف اللي بتظبط هلا اف عندي بهذا الاتجاه ودي بهذا الاتجاه مش هيك هلا اف هي الخط العمودي صار عندي اف من هون فهمت عليك مضبوط كلامك صحيح انت بتقول انه الاف راح تتحدد بهذا الشكل مش هيك هذه طريقه ثانيه ممكن طريقه ثانيه يعني ممكن الطريقه الثانيه تكون انه اخذت المركب بهذا الاتجاه مش هيك هاي اف واخلي هلا صار عندي اف بطلت بهذا الاتجاه صارت هون فانت بتقول انه احل الاف هيك احل الاف هيك مش هيك واخلي دي نفسها بس هي نفس الشيء يعني كانك يا تضرب اس بساين ثيتا وبعدين تضربها في دي الاصليه او تضرب دي بساين ثيتا وبعدين تضربها ب اف الاصليه. اذا عندي كروس برودكت حتى نلخص الكروس برودكت بين تو فيكتورز اذا الكروس برودكت بيصير عندي بين تو فيكتورز مثلا في هاي الحاله اف فرض دي وهذا بيساوي اف الماجنتيود تبع اف مضروب في الماجنتيود تبع دي مضروب في ساين ثيتا في الزاويه الموجوده واللي بنتج معي كمان فيكتور والفيكتور بطلعه بالاتجاه بحسب ارتفاع الفيلم هذا بالنسبه للكروس برودكت اذا بعطيني فيكتور بنتج النتيجه النهائيه معي فيكتور بضرب في ساين الزاويه اللي بدي لكن في حالات ثانيه انا ما بدي اطلع الكروس برودكت بدي اطلع الدوت برودكت فبدي اضرب ضرب بي والحالات اللي ايه ضرب بي مثلا افرض انا عمالي بعمل شغل يعني لو عندي هون جسم والجسم هذا بديت اتفش فيه في فورس والجسم عماله بيتحرك بنفس الاتجاه اللي انا فعندي هون مثلا ماس الماس في عليها فريكشن بديت اتفش هاي الماس بفورس ومشيت هاي الماس مسافه مشيت معي فأثرت هون الفورس في الديستانس فمشيت هذه الماس مسافة أثرت عليها بفورس مسافة معينة الديستانس التوتال الشغل النهائي اللي أنا عملته مش عملت شغل على هاي الماس صار عليها شغل أو خلينا ناخذ مثال أحسن نرفعها إذا بنرفع هاي الماس فلو هذه الماس هون أثرنا عليها بفورس رفعناها من هاي النقطة لهاي النقطة فحركتها المسافة توتال دي اف ودي بنفس الاتجاه مظبوط ايش بنتج معي في النهاية؟ اف في الديستنس هاي شو رح يطلع معي في النهاية؟ ايش النتيجة النهائية اللي بحصل عليها؟ انرجي مش هيك؟ مش خزنت انرجي في هاي الماس؟ قديش الانرجي اللي بتتخزن في هاي الماس؟ ام جي اتش ام جي اتش مش هيك؟ والزاوية اللي بينهم قديش؟ زيرو زيرو تمام والنتيجة النهائية سكيلر ولا فيكتور؟ سكيلر سكيلر إذا هون بحالة الدوت برودكت بنتج عندي سكيلر وبضرب إيه كماجنتيود مضروبة في بي كماجنتيود كوساين ذات الزاوية بينهم واللي بنتج معي هو سكيلر واضح الاختلاف ما بين الاثنين في حاله الكروس برودكت بنتج عندي فيكتور في حاله الدوت برودكت بنتج عندي فيكتور لو في زاويه لو في زاويه بضرب في كوساين الزاويه زي ايش مثلا خلينا نفترض مثلا ان عندي هون جسم اثرت عليه بفورس بس لسبب معين الجسم ما تحرك بنفس اتجاه الفورس تحرك بهذا الاتجاه واضحة هاي النقطة؟ وممكن هذا تصير، يعني ممكن تتأثر على الجسم باتجاه معين، ما بيتحرك بنفس الاتجاه لسبب معين ممكن في فورس ثاني بتأثر عليه شيء معين. هلا أنت الجسم هذا مضبوط هو تحرك باتجاه إكس، بس إكس وإف مش بس نفس الاتجاه. مضبوط؟ واضح؟ فكأنه إف هون جاي هيك هي اتجاهها، وإكس جاي اتجاهها فكأني بقدر أحلل إف بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه. وانا مين بيهمني؟ بيهمني اف اللي باتجاه اكس مش هيك؟ مش العموديه عليها.
حتى اطلع هاي المحصله ليش بدي اضربها باي زاويه؟ كوساين زي هيك. تعال تفضل. اسال سؤال؟ نعم. اذا هون عندي مشكله كمان نفس المشكله، انا اثرت على جسم بزاويه معينه باتجاه معين، بس هو الجسم يتحرك باتجاه مختلف. يعني مثلا خليني اسالكم سؤال زي هيك، لو انا عندي جسم، هذا الجسم هون اثرت عليه انا بفورس اف، راح الجسم هذا يتحرك من هون لهون، قديش الشغل اللي انا عملته على هذا الجسم؟ صفر. لانه هو ما تحرك من هون لهون بسببه. هل ممكن انا اثر على جسم بهذا الاتجاه ويتحركوا بهذا الاتجاه بسببي انا؟ لا. فانا الجهد او الشغل اللي انا حطيته بهذا الجسم زيرو، لانه كوساين 90 قديش؟ صفر. صفر اعطينا زيرو. اوكي ماشي واضح. دكتور طب لو في مثلا زي بكر او شيء هذا بيختلف صحيح. فلو انا مثلا عندي هون فورس تأثر بهذا الاتجاه وهذه رفعت هون، انت اللي عم تعمل الشغل. بس هون بالحاله هاي احنا الفورس تبعتك وين صارت هون؟ صارت بنفس اتجاه الحركه. الفورس تبعتك تحولت 90 درجه، بس بعد ما تحولت 90 درجه صارت بنفس اتجاه الحركه، اذا الشغل انت اللي عملته. ايوه صحيح؟ يعني الفورس تبعتك هون صارت بهذا الحبل وهي الماس تبعتها. الماس عم تتحرك هيك والفورس هيك. بس الحاله هاي هون انت اثرت عليها بفورس ما تحركت باتجاهك انت. ولا شيء منها تحرك باتجاهك انت. فما في اي شغل من الفورس اللي انت اثرت عليها. اذا نلخص لها، عندنا كروس برودكت وعندنا دوت برودكت. الكروس برودكت هو حاصل ضرب تو فيكتورز، الكروس برودكت ما بينهم، الناتج بيكون فيكتور عمودي على البلين اللي بيحتوي التو فيكتورز. القيمه تبعت هذا الفيكتور الجديد هي عباره عن الماجنتيود تبع الاول في الماجنتيود تبع الثاني في ساين الزاويه اللي بينهم. لكن هون عندي الدوت برودكت هو بيطلع عندي سكيلر مضروب تنين وبكونوا الكوساين الزاويه بينهم، لان انا مهتم قديش هم التنين هذول التو فيكتورز متعامدين على بعض زي على نفس الاتجاه او بنفس الاتجاه موجودين، وبنتج معي سكيلر. نتيجه سكيلر بتكون عباره عن ماجنتيود تبع الاول ماجنتيود تبع الثاني في كوساين الزاويه. ماشي واضح. راح نشوف البرودكت زي هيك.